بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المعهد العالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ، فرقة تانية لائحة جديدة قسم الهندسة الكهربائية. أهلا بيكم بالمحاضرة التانية لمادة كمبيوتر أركتكتشر. في المحاضرة الأولى طبعا كانت من عدة أجزاء، وكانت بتتكلم عن تاريخ الكمبيوتر، وفي المحاضرة دي هنبدأ التعامل مع أجهزة الكمبيوتر من ناحية الأركتكتشر. عادة في المراجع بيبقى فيه تو تيرمز بالنسبة للكمبيوتر، في عندك كمبيوتر اورجانيزيشن وكمبيوتر اركتكتشر. نحب إن احنا نوضح الفرق بين تنظيم حاسبات وبنية الحاسب. زي ما انتوا شايفين في السلايد ديت، إن الكمبيوتر اركتكتشر ده الاتريبيوتس اللي هي بيتهم البروجرامر. البروجرامر يحب يشوف ايه، يعرف ايه عن الكمبيوتر عشان يقدر يتعامل معاه. طبعا انت عارف ان البروجرامر يعني بيستخدم الكمبيوتر، بمعنى ان هو بيقوم بكتابة البرامج اللي بتجعل الكمبيوتر يؤدي مهمة معينة. فهو البروجرامر يهمه مش التركيب الداخلي والديتيلز بتاعته والتصميم، يهمه ازاي يتعامل معاه. طيب ايه الاركتكتشرال اتريبيوتس اللي تهم البروجرامر؟ الانستراكشن سيت. يعني ايه الاستراكشر سيت؟ يعني مجموعه الاوامر اللي معموله للكمبيوتر ده. وزي ما انتوا هتعرفوا بعد كده، لسه ما اتكلمناش، لكل مايكرو بروسيسور هيبقى موجود ليه انستراكشن سيت، مجموعه اوامر. مين اللي عامل الكلام ده؟ المصنع بتاع المايكرو بروسيسور. طيب برضه هنا النمبر اوف بيتس يوزد فور داتا ريبريزنتيشن، الداتا دي هيحصل لها ريبريزنتيشن في الجهاز ده بتتمثل بكام بت. طب الساين فيها ساين بت ولا فيها ساين بت، وهكذا. input output ميكانيزم، ازاي بيحصل ادخال واخراج للكلمات دي، الاليات ازاي، برضه طرق العنوان. ده بالنسبه للكمبيوتر اركتكتشر. بالنسبه للكمبيوتر اورجانيزيشن، اما بقى الديزاينر، الديزاينر ذات نفسه لما يجي يمثل مثلا الملتبليكيشن، البروجرامر عارف من الانستراكشن سيت ان في امر اسمه ملتبليكيشن، استخدم ليه ان هو يضرب رقمين. في الكمبيوتر اورجانيزيشن ازاي عمليه الملتبليكيشن دي بيحصل لها امبلمنتيشن، ايه الدوائر اللي هنعملها او هيعملها الديزاينر بحيث انها تقوم بعمليه المالتيبليكيشن. يبقى الكمبيوتر اورجانيزيشن از هاو فيتشرز ار امبلمنتد. اكزامبلز اوف اورجانيزيشنال اتريبيوتس الايه، كنترول سيجنالز، الانترفيسز، الميموري. زي ما انتم شايفين هنا ده اكزامبل، ات از ان اركتكتشر ديزاين. ده من يعني من وجهه نظر الاركتكتشر ديزاين، whether a computer will have a multiply instruction. يعني من وجهة نظر architecture، هل فيه أمر للضرب زي ما قلت لكم قبل كده؟ ده من وجهة نظر architecture. طب من وجهة نظر ال organization، whether that instruction هو multiplication، أمر ال multiply يعني، will be implemented by special multiply unit، يعني يحصل تمثيله ب اي سي هاي مثلا بتقوم بعملية الضرب، يعني اللوجيك سيركت معينة بتقوم بعملية الضرب، ولا هو آلية تستخدم، a mechanism that makes repeated use of the add unit of the system. هل انت هتعمله من other، من others يعني مجموعة others بتقوم بعملية الضرب. تعرفين ان ممكن عملية الضرب تمثلها بجمع متكرر. فهل دلوقتي هل انت هتعمل الضرب ده عن طريق لوجيك سيركت مخصصة للضرب معايا، ولا هتستخدم الأدر أو مجموعة أدرز؟ برضو بيقول لك هنا مثلا في ال، طبعا لسه ما اتكلمناش عن المايكرو بروسيسور، بس طبعا زي ما أنا هنتكلم إن المايكرو بروسيسور هو البرين بتاع الكمبيوتر، وهو بيتكون من الكنترول يونت الـ ALU Arithmetic and Logic Unit معايا، وريجسترز، وهنتكلم عن الكلام ده. من أشهر الشركات اللي عاملة المايكرو بروسيسور شركة إن، ففي الفاميلي بتاعت المايكرو بروسيسور اللي هي 86، زي 8086، 8286، 386، وهكذا لغاية البنتيوم زي ما احنا عارفين، لهم نفس البيزك اركتكتشر. يعني على سبيل المثال لهم نفس الأساس في الانستراكشن سيت. برضه في شركة اي بي ام، في اي بي ام سيستم ال 370 فاميلي شير ذا سيم بيزك اركتكتشر. This gives كود كومباتيبلتي، يعني بمعنى ايه؟ انت مثلا عملت برنامج، عملت له كومبايليشن على البروسيسور قديم،
معايا بنفس الفاميلي ده تقدر تعمله تشغل نفس البرنامج على بروسيسور جديد نفس الفاميلي. طبعا خلي بالك ان الاورجانيزيشن ديفرز بتوين ديفرنت فيرجن كديزاين. يعني في سنه 1946 فان نيومان قدر ان هو يعمل كونسبت مفهوم اسمه الستورد بروجرام كونسبت مفهوم البرنامج المخزن. هو يعني فعليا بدأ قبل كده اقدم نفس المفهوم. والمفهوم ده بيقول ايه؟ بيقول ان نقدر نخزن البرنامج في الميموري على شكل بت باترن. ده المفهوم. وطبعا معاه الديتا مفيش مشكله. طب ده هيؤدي ليه الاخر؟ هيؤدي للكونسبت ده ان الكمبيوترز تبقى جنرال بيربز كمبيوتر. لو لاحظنا ان الكلام ده عمله بابج في الاناليتيكال انجن. فان نويمان قدر فعلا ان هو يعمل الاي اس كمبيوتر المبني على الستورد بروجرام كونسبت. طيب احنا قلنا ان البروجرام عباره عن كولكشن اوف بيت باترن، وده هيؤدي الى ان تقدر تغير البروجرامز. يعني البرنامج ده شغلته عاوز تعمل برنامج جديد تقدر تعمل الكلام ده بمنتهى السهوله. كل ما هنالك ان انت هت اوفر رايت او هتحط برنامج جديد في الميموري. يعني لو الميموري واسعه كبيره تقدر تحط فيها برنامج واثنين وثلاثه، وكمان تقدر ان انت تسويتش بين برنامج وبرنامج. وخلي بالك ان الكلام ده قبل كده كان فيه مشكله، بمعنى ان انت عشان في الكمبيوترز اللي قبل كده كانت شغاله بالكونسبت دوت كان عليك ان انت تغير في الهاردوير. كان البرنامج عباره عن وايرد بروجرامنج، لكن باستخدام الكونسبت بتاع الستورد بروجرام كونسبت قدرنا ان احنا نحط اكتر من بروجرام في الميموري، وان احنا كمان نقدر نسويتش بينهم بمنتهى السهوله والديليت وتابديت زي ما انت عاوز. وده ادى للجنرال بيربس زي ما قلت. فان نويمان عمل اركتكتشر، والاركتكتشر ده للكمبيوتر اتسمى باسمه فان نويمان او فان نيومان اركتكتشر. وطبعا هو طبقه على الاي اس برضه زي ما طبق موضوع الايه بروجرام او الستور بروجرام كونسبت. طيب الاركتكتشر ده شغال ازاي؟ الاركتكتشر ده عباره عن ايه؟ الاركتكتشر ده هو اللي موجود قصاد حضراتكم، عبارة عن كنترول يونت، وعندنا اريثماتيك اند لوجيك يونت معايا. ده المفروض اريثماتيك اند لوجيك يونت، وهنا كنترول يونت، وهنا المين ميموري والاوبوت اوبوت اكويبمنت. المين ميموري بخزن فيها الداتا وخزن فيها البروجرام، الانبوت اوبوت زي ما احنا عارفين وحدات ادخال واخراج. بقدر طبعا اطلع عليها النتائج كاوتبوت يعني، واقدر ادخل منها طبعا اكتب البرنامج او ان انا ادخل الديت. تمام. طب ايه اللي هنا؟ اللي هنا ده الارثماتيك اند لوجيك يونت، هي وحده هنعرف الكلام ده بالتفصيل، مسؤوله عن تنفيذ كل العمليات الخاصه بالحساب الارثماتيك يعني، والعمليات الايه المنطقية. يعني الضرب بنعمة الطرح ده أريثماتيك، واللوجيك زي مثلا الـ OR AND وهكذا. طب الكنترول يونت برضه هنتكلم عن التفصيل عنها. نقدر نقول هي المسؤولة عن إنها تحضر الأوامر من هنا من المين ميموري، وتقدر تتعرف على الأوامر وبعد كده تقول للـ Arithmetic and Logic Unit مفروض تعمل ايه. ده باختصار شديد جدا. خلي بالك ان احنا في الفتره دي بتاعت الاي اس ما كانش فيه المفهوم بتاع المايكرو بروسيسور، لكن كان الوحدتين دول هما سنترال بروسيسنج يونت بس كانوا منفصلين. بعد كده في العصر الحديث في 1970 الوحدتين دول اصبحوا في باكج واحده في اي سي هاي واحده اللي بيسموها المعالج الدقيق او المايكرو. تمام. تعال بقى نتكلم عن الاي اس. الاي اس هو كمبيوتر بني على الستورد بروجرام كونسبت. طيب تعال نتكلم عن الاي الانستراكشن
فورمات. يعني ايه الاستراكشر فورمات؟ يعني احنا طبعا احنا قلنا ان الاستراكشر عباره عن باترن اوف بيتس او بيت باترن، معناها مجموعه من الاصفار والوحدات. طيب عدد الاصفار والوحدات دي ده اللي اقصده من الاستراكشر. حاجه تانية، الانستراكشن ده البيتس اللي موجوده دي بتمثل ايه؟ يبقى كده الاستراكشر فورمات معناها ان كام بيت في الانستراكشن، وكل البيتس او كل مجموعه بيتس معناها ايه. تعال نشوف الكلام ده. هنا في الاي اس قال لك ان انا عندي 40 بت. تمام، ال 40 بت ده في الواقع هم مش امر واحد، لا هم امرين، ليفت انستراكشن ورايت انستراكشن. يعني في الاي اس بخزن في الميموري في المكان الواحد في الميموري 40 بت، ال 20 بت اللي هم الموست سيجنيفيكانت دول الليفت انستراكشن، وال 20 بت التانيين اللي هم في الجهه بتاعت الليست ده الرايت انستراكشن. تمام، الانستراكشن ذات نفسه، تعال نشوف الليفت انستراكشن عباره عن جزئين، جزء اسمه اوبكود وجزء اسمه ادرس. طيب يعني ايه الاوبكود؟ لكل انستراكشن له كود، شفره، مجموعه بيتس تمثله. طب هعرف الكلام ده منين؟ من الانستراكشن سيت بتاعه الاي اس، يعني مجموعه الاوامر بتاعه الاي اس. هنشوفها دلوقتي. تمام، يبقى كل انستراكشن له اوبكود، حتى في الرايت له اوبكود. تمام، يعني امر الاد مثلا، امر الجمع له اوبكود. طب الاوبكود ده كام بت؟ 8 بت. تمام، يبقى كام؟ 8 بت. وبيجي مع الاوبكود في الانستراكشن ادرس مصاحب، عنوان. طب العنوان ده عنوان ايه؟ بالتاكيد الامر ده هينفذ شغل على ديتا معينه، فممكن تكون الادرس ده بتاع الديتا دي. وهتلاقي برضه ان الرايت انستراكشن هيبقى نفس الكلام، 8 بت اوف كود و 12 بت ادرس. يبقى احنا دلوقتي عندنا 40 بت، 8 اوف كود و 12 ادرس، ده بالنسبه للليفت، و 8 اوف كود، 8 بت اوف كود و 12 بت للادرس بالنسبه للرايت. ده الاستراكشن فورمات بتاع الاي. تمام، في حاجه لازم اقولها لك، ان عدد البيتس بتاعت الادرس بتحدد عدد اللوكيشنز بتاعت الميموري. فهنا 12 بت، فيبقى عدد اللوكيشنز، عدد الاماكن اللي اقدر اخزن فيها في الميموري هتبقى 2 اس. تمام، هنا خلي بالك هو كاتب ان الميموري بتاعتي 1000 مكان في عرض 40 بت. معايا؟ اكشولي التصميم ده يعمل اكتر من ده. تمام، 1000 تقريبا 2 اس 10، هنا 2 اس 12. معايا؟ 2 اس 10 هنا 1024. معايا؟ و 2 اس 12 هيبقى 4 في 1024، يعني 4096. تمام، طيب ده لو الميموري فيها او اللوكيشن فيه انستراكشنز، او اللوكيشن فيه ديتا، الديتا دي يعني نمبر. معايا؟ النمبر ده 40 بت لان ده عرض الميموري، في البت الاولانيه منه ده بيسموها الساين بت. يعني ايه الساين بت؟ يعني الاشاره. يعني لو عاوز احط الرقم موجب احط له اشاره موجب، لو هو سالب احط له اشاره سالب. طب بس خلي بالك ان البت دي حاط فيها 0 و 1، فيبقى 1 لو هو الاشاره سالب، 0 لو الاشاره. تمام، والباقي هيستخدم اللي هو بقيه ال 40 بت اللي هم 39 بت هيستخدم في الايه؟ التمثيل الرقم. تمام، يبقى احنا قلنا ان الاي اس فيه التصميم بتاعه 1000 في 40 بت، ده الميموري. خلي بالك انها كلمه وورد، وورد معناها ان ايه؟ اكتر من بايت. فالحالة بتاعتي الورد بتاعتي عرض الميموري كام؟ 40 بت، لو قسمناها على 8 يبقى 5. تمام، باينري نمبرز و 2 في 20 انستراكشن، يعني 2 انستراكشن، كل انستراكشن
2 instruction per instruction 20 بت. تمام. في جوه السي بي يو وحده المعالجه المركزيه اللي هو اقصد بها الاي ال يو والكنترول يونت بالاضافه الى ريجسترز. في بقى فيها شويه ريجستر الام بي ار ام ام ار اي ار اي بي ار بي سي اي سي ام اي. طيب يعني ايه ريجستر؟ الريجستر بالعربي معناه سجل. طب ايه الريجسترز دي؟ الريجسترز دي اماكن تخزين. طب انت قلت لي ده ممكن تقول لي كده ان انت عندك ميموري والميموري دي اماكن تخزين. ايوه صح كلام مظبوط، لكن الميموري عباره عن لوكيشنز معايا وكلها تبع الميموري. في بقى حاجات يعني تقدر تقول ميموري يونت صغيره اماكن تخزين لوحدها منفصل عن الميموري اسمها ريجستر. عندي الـ MBR اللي هو الميموري بافر ريجستر، في عندي الميموري ادرس ريجستر، في عندي الانستراكشن ريجستر، وعندي الانستراكشن بافر ريجستر، وعندي البروجرام كاونتر، وعندي الاكوميليتور، وعندي الملتبلاير كوشن. تمام. تعال نشوف بقى ازاي البرنامج بيتنفذ. تمام، تعال نتعرف الأول على الرسمة دي. الرسمة دي في الحقيقة هي الأركيتكتشر، هي الأركيتكتشر بتاعت فان نيومان زي ما انتم شايفين. الـ ALU أها، ودي الكنترول يونت هنا. ها هنا برضو في خطأ في الكتابة، لكن هنا الـ ALU وهنا الكنترول. جوه الـ ALU فيه ريجسترز زي ما انتم شايفين. ادي الاي سي الاكيوميليتور لو فاكرين، الام كيو اللي هو الكوشن، وهنا الاي بي ار والبي سي الريجسترز الثانيه، والام اي ار والاي ار. وهنا عندي كنترول سيركت موجود بتطلع سيجنالز. تمام، يبقى احنا هي دي الرسمه اللي فاتت بس بالتفصيل. في عندي الانبوت اوت اكويبمنت، وعندي ايه الميموري مين ميموري. تمام، خلي بالك بقى من الخطوط دي. الخطوط دي هتلاقي ان فيها خطوط اسهم معايا، ممكن تكون خط له دايركشن واحد يوني دايركشن او بايلترال اللي هو في اتجاهين. تمام، او باي دايركشن. تمام، فخلي بالك من ده. تمام، ممكن الخط يكون عبارة عن في الحقيقة يعني سلكة واحدة أو مجموعة أسلاك أو مجموعة موصلات. تمام، تعال نشوف إيه الأول. إحنا اتفقنا إن في المين ميموري بنخزن فيها البرنامج والبيانات أو الديتا اللي البرنامج بيشتغل عليها. خلاص، وإحنا قلنا إن المين ميموري عبارة عن أماكن. تمام، فكل مكان فيه لإما تو instructions أو ديتا. عادة بيبقى البرنامج كله مع بعضه والإيه والديتا موجودة تحت البرنامج. تمام، ما تنساش إن العرض بتاع المين ميموري 40 بت، وما تنساش تاني إن أنا قلت إن الأدرس عنوان كل مكان عبارة عن 12 بت. يبقى أول مكان هيكون كام؟ 12 صفر، احنا شغالين باينري. تمام؟ تاني مكان 1 من اليمين و11 صفر. تالت مكان ايه؟ مظبوط 0 و1 والباقي أصفار وهكذا. تمام، يبقى ده فهمنا الميموري هيكون فيها ايه. فدلوقتي تعالى المفروض يحصل ايه؟ المفروض يحصل ان الكمبيوتر يبدا ياخد الانستراكشن من الميموري معايا ويبدا ينفذه. بس احنا قلنا ان الميموري ميبقاش فيها او في الميموري لوكيشن في المكان الواحد ميبقاش فيه انستراكشن واحد، ده بقى فيه تو انستراكشن. فين على الكلام ده؟ طيب، اول حاجه المفروض ان المكان الاولاني ناخد اللي فيه اللي هو المكان اصفار، صح؟ تمام،
والمكان الاصفار ده هيكون فيه تو انستراكشن، ليفت انستراكشن ورايت انستراكشن، ايا كان بقى الانستراكشنز اللي موجوده ايه، تمام، حسب البرنامج اللي انت كاتبه. طب ازاي الكمبيوتر يعرف بدايه البرنامج؟ ايوه، دي وظيفه مين بقى؟ وظيفه الكنترول يونت. الكنترول يونت وظيفتها ايه؟ انها تجيب المحتوى بتاع المكان وتعرف هو جواه ايه، وتقول للاليو تعمل ايه. تعال نشوف الكلام ده واحده واحده. واحد، هنبدا من الكنترول يونت. في هنا عندي البروجرام كاونتر، البروجرام كاونتر ده اول ما الجهاز يشتغل يكون قيمته صفر. طب كم صفر؟ 12 صفر. يبقى البي سي بروجرام كاونتر عرضها قد ايه؟ 12 بت. في الاول خالص هيكون في هنا 12 صفر، تمام. ال 12 صفر دول هينزلوا على الميموري ادرس ريجستر، الميموري ادرس ريجستر، ومنها الى الادرس، الخطوط الادرس. يبقى هنا 12 صفر، بعدين هينزلوا على الميموري ادرس ريجستر 12 صفر، يبقى عرض البي سي 12 صفر والميموري ادرس ريجستر 12 صفر. بعد كده ال 12 صفر دول هينزلوا على 12 لاين ويروحوا للميموري، هيفتحوا المكان الاولي اللي هو كام؟ المكان 12 صفر، اللي عنوانه 12 صفر، اللي اسمه 12 صفر، تمام؟ الاسماء في الكمبيوتر ما هي الا ادريسز، عناوين. طيب المكان اتفتح اللي هو ال 12 صفر ده معايا، احنا طبعا بنتكلم ان هو هيبقى فيه تو انستراكشنز. التو انستراكشنز اللي هم ال 40 بت هيمشوا على الاسلاك ده، تمام، ويروحوا على الام بي ار. يبقى انت دلوقتي الخط ده ما هو الا 40 سلكه، 40 لاين، تمام، هيروح على الام بي ار. يبقى الام بي ار 40 بت. يبقى احنا عرفنا ان عرض الام بي ار 40، عرض الميموري 40، عرض البي سي قلنا قد ايه؟ قلنا 12، عرض الام بي ار 12. يبقى احنا دلوقتي الاثنين انستراكشنز راحوا لمين؟ الام بي ار، تمام. الاثنين انستراكشنز دول خلي بالك في عندي ليفت وعندي رايت، وزي ما قلنا الليفت فيه 8 بت اوف كود و 12 بت ادرس، الرايت نفس الكلام فيه 8 بت اوف كود وكام؟ ب 12 ادرس. وقلنا الاوف كود هو الشفره المميزه لكل امر، مجموعه البتات، مجموعه البتس اللي تمثل الامر اللي هو لما يجي ينفذها الهاردوير يعرف ايه الامر ده بيعمل ايه، تمام. الكلام ده هيتضح اكتر مع الايه، مع الانستراكشن سيت. يبقى احنا ال 40 بت جم دلوقتي من هنا ممثلين لتو انستراكشن، واحد ليفت واحد رايت، معايا؟ مين اللي عمل الموضوع ده؟ مين اللي جاب الـ 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 الامر او المحتوى بتاع اللوكيشن ده اللي هو الامرين؟ الكنترول يونت. ده بيسموها المرحله اسمها فيتش، مرحلة فيتشنج، ان انت بتفيتش، بتحضر الايه؟ الانستراكشن. الحالة بتاعتي انا بحضر كام؟ تو انستراكشن، او بحضر الكونتنت، تمام؟ خلاص. يبقى دلوقتي الليفت انستراكشن موجود هنا والرايت انستراكشن موجود هنا، تمام. الاي اس هو متصمم ان هو ينفذ الليفت الاول وبعدين الرايت. طب هيعمل الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطة ال 40 بت اللي هينزلوا هيحصل ايه؟ منهم ال 40 بت، ال 20 بت بتاعت الرايت هتتخزن تخزين مؤقت، وبتاعت الليفت هتنزل جزئين، تمام. يبقى نقول تاني، يبقى انت عندك ال 40 بت مقسومين تو انستراكشنز ليفت ورايت. الليفت هو اللي هيحصل له تنفيذ و او اكسكيوشن، والرايت هيتخزن تخزين مؤقت. طيب الرايت هيتخزن فين؟ في الاي بي ار، انستراكشن بافر ريجستر، كلمه بافر يعني مخزن مؤقت. والليفت هينزل هنا على الخط ده وهيتقسم حتتين، حته للاوف كود هتروح للاي ار، والحته بتاعت الميموري والحته بتاعت الادرس هتروح للميموري ادرس ريجستر. يبقى الاوف كود بتاع الليفت راح هنا والادرس بتاع الليفت جه، تمام. نسيت اقول لك ان اول ما يجي التو انستراكشنز دول
يجوا هنا اللي هو بتوع كونتنت دوت بتاع الكونتنت بتاعت اللوكيشن الاولاني. البي سي كان هو قد ايه؟ 12 صفر. بيزيد واحد يزيد بمقدار واحد، يبقى هنا يبقى واحد 11 صفر. تمام. يبقى اول ما يحصل فيتشنج يعني التول ستراكشن يجوا هنا او الكونتنت بتيجي هنا اوتوماتيكلي البي سي بيحصل لها انكريمنت. تمام. يبقى احنا الرايت موجود هنا والليفت اتقسم حته الاوف كود وحته الادرس. طيب الاوف كود قلت لك ان هو بيمثل الشفره بتاعت الامر. تمام. الكنترول يونت بتاخد الشفره دي وعن طريق الكنترول سيركت تقدر تفك الشفره دي، يحصل لها ديكودنج. كنترول سيركت هنا هتفهم الامر ده بيعمل ايه، وعلى اساسه تبعت سيجنال لل ALU تعمل ايه. فلو فرض ان الامر كان امر جمع اد مثلا، يبقى السيجنال هتطلع هنا تقول للاي رسمتك اندروجيك يونت انت عليك تجمعي. يعني انا هنا هتستخدم الجزء من ALU اللي هو الادر مثلا. تمام. طيب الاوبرانت اللي هو الارقام او الديتا اللي هيشتغل عليها الامر ده هيتيجي ازاي؟ هتيجي عن طريق الادرس اللي موجود هنا، هتيجي عن طريق الادرس اللي هنا. فالادرس اللي موجود هنا هينزل على الخطوط دي، هيفتح المكان اللي فيه الديتا، فالديتا دي هتطلع الديتا دي يعني رقم، هيمشي هنا ويروح الام بي ار. فكده المحتوى بتاع الام بي ار اصبح الايه؟ اصبح ايه؟ الرقم اللي جاي من هنا. خلاص. والرقم ده هتاخده ليه ليو تتعامل معاه حسب الامر اللي جه من هنا. تمام. يبقى انت كده حصل اكسكيوشن للليفت انستراكشن. يبقى حصل في الاول فيتش للتو انستراكشنز، بعد كده حصل ديكود للليفت انستراكشن، بعد كده حصل اكسكيوشن. تمام. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي احنا هنبدا ننفذ الرايت انستراكشن الامر اليمين. الامر اليمين كان هنا صح في الاي بي ار مخزن التخزين المؤقت، هينزل ال 8 بت بتاعت الاوب كود هنا وال 12 بت بتاعت الام بي ار هنا. تمام. خلاص. ويحصل نفس اللي حصل، هيحصل ديكودنج والسيجنال هتطلع من هنا ال ال يو تعمل ايه، والادرس بتاع المصاحب الامر اليمين هينزل على الادرس لاينز، بعدين هيتفتح المكان بتاع الديتا، الديتا هتروح هنا ويحصل لها اكسكيوشن بناء على الامر اللي جاي لها من الكنترول سيركت. طيب يبقى احنا كده نفذنا الكونتنت بتاع الامر او التو انستراكشنز اللي موجودين في المكان الاولاني اللي هو ال 12 صفر. بعد كده ايه اللي يحصل؟ هنا احنا قلنا اصبح واحد 11 صفر، ينزلوا هنا، ينزلوا على الادرس لاين. تمام. يفتح المكان الثاني، التو انستراكشنز يروحوا هنا، اليمين يتخزن مؤقت هنا، اليسار يتقسم حتتين، يحصل له ديكودنج الادرس بتاعه. وطبعا احنا برضه نسينا هنقول بعد الفيتش يحصل هنا ان الرقم دوت هيزيد مقدار واحد، يصبح هنا صفر واحد اصفار، يعني المكان او الادرس رقم اتنين، يعني المكان الرقم اتنين هو اللي عليه الدور في حته الايه الفيتشين. هيحصل تاني بعد ما حصل فيتشنج للمكانين، بعد ما حصل فيتشنج للتو انستراكشنز هنا، حصل للرايت تخزين مؤقت هنا اتقسم حتتين، الليفت ديكود. تمام. بعد كده برضو اليمين ينزل بنفس القصه، يبقى ده دوره الفيتش اكسكيوت سايكل او فيتش ديكود اكسكيوت. تمام. وده كان شرح
لكل ريجسترز ممكن تقراها معايا وزي ما انا شرحت بالظبط. طبعا هنسينا اقول هنا ان ده اكيوميليتور استخدم في الناتج، والام كيو برضو بيستخدم. هنشوف الكلام ده في المحاضره الجايه ان شاء الله. وهنا فلوت شارت اللي انا حكيته بالظبط. شكرا جزيلا.